اليوم تاريخ 14/1/2020، قطعنا طريق الدول الرابط بين بغداد ومحافظات الجنوبية، تضامنا مع أخوتنا بالناصرية وتلبية للمطالب المتظاهرين بالعراق بصورة خاصة وعامة. شو تحب تقول؟ الناصرية وجهت لنا الدعوة، قلنا مهلة العراق صار مهلة الناصرية، مهلة الديوانية مهلة العراق، تصعيد الديوانية من تصعيد الناصرية، الحكي صار العفو كله بيد الناصرية، 7 أيام من الدولة ورا 7 أيام خلق العراق. حاليا طريق الدولي مغلق تماما، تحققوا لنا مطالب نروح، ما تحققوا لنا مطالب والله هنا.